آخر معقل لحماس في القطاع. نبيها وطاس، بي بي سي. ومعنا من واشنطن الآن ريتشارد وايتس، مدير مركز التحليل العسكري في معهد هاتسون. وينضم إلينا من أبوظبي الدكتور سيد غنيم، زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والأستاذ الزائر بأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل وبالناتو. ومعنا من تل أبيب أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة تل أبيب الدكتور إيال زيسر. أهلا بكم جميعا في العالم هذا المساء. وسأبدأ معك دكتور إيال زيسر، هل ترصد فعلا مؤشرات على أن عملية اقتحام رفح على وشك أن تبدأ؟ نعم، يعني طبقا للتقارير التي تنشر في الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، نحن نقترب من هذه العملية، عملية اقتحام رفح. كما ذكرت، يعني تم التنسيق مع الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، وكان تنسيق مع مصر بالنسبة لتفاصيل هذه العملية. لذلك أتوقع بأن يعني خلال أسابيع قليلة سنشهد عملية عسكرية. طبعا قبل العملية العسكرية يتم إخلاء يدعو الجيش الإسرائيلي سكان رفح يخلع منازله، وبعد ذلك نرى بدل العملية العسكرية. نعم، ريتشارد وايتس، إلى أي مدى أسفر هذا التنسيق الذي يتحدث عنه الضيف مع الجانب الأمريكي عن رضا أمريكي تام على مسألة اقتحام رفح؟ حسنا، إن إدارة بايدن في البداية قد عارضت هذه الفكرة، فكرة الهجوم العسكري على رفح، ولكنها بعد ذلك قبلت تلك الفكرة بسرعة، وبأن هذه العملية يمكن لها أن تحصل، ولكن وفقا لشروط محددة. أولها هو إجلاء المدنيين إلى مكان آخر من أجل حمايتهم، وأنه لا يجب أن تكون العملية عملية عسكرية كاملة الأركان بالدبابات والمشاة وكل شيء، بل يجب أن تكون عملية عسكرية دقيقة ذات دقة جراحية مبنية على العمليات الاستخباراتية الجيدة. وكلما اقتربت إسرائيل من هذا الاتجاه فيبدو بأنها تقترب من مسألة إخلاء وإجلاء أهل غزة من غير المقاتلين وإبعادهم عن الأماكن التي قد تكون حماس موجودة فيها وقد تكون تحتفظ فيها بالرهائن هناك. وهذا الأمر كله يعتمد على الأحداث التي ستحصل في المستقبل، ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر أدلة تثبت لها بأن هذه العملية ستجرى بالطريقة المرغوب بها. دكتور سيد غنيم، يعني تقول إسرائيل إن رفح هي المعقل الأخير لحماس، لكننا نشهد ونرصد في الأخبار أن هناك اشتباكات حول منطقة مخيم النصيرات في وسط القطاع بين الجنود الإسرائيليين وعناصر حماس. هناك هجمات صاروخية لا تزال تنطلق من شمال غزة تجاه إسرائيل. إذن فكرة أن رفح هي المعقل الأخير وبالقضاء على حماس فيها يكون تم القضاء نهائيا على حماس تبدو غير دقيقة تماما، أليس كذلك؟ أتفق مع حضرتك، وهو ما خطر في بالي أثناء عرض تقريركم المحترم. يعني أزيد حضرتك من الشعر بيت، أن القوات الإسرائيلية أعلنت أول أمس تحديدا أنها تهيئ لعملية برية هجومية في بيت لاهيا شمالا، بيت لاهيا التي كنا نقول أن الأمور انتهت فيها، هي وبيت حنون. ليس ذلك فقط، ستخلي الفلسطينيين الموجودين في بيت لاهيا إلى اتجاه الوسط او الجنوب ايا كان لتنفذ هنا عمليه عسكريه على بيت لاهيا. هنا لاحظي حاجتين بعد اذن حضرتك. الحاجه الاولى كما تفضلتي، ليس فقط في النصيرات طبعا كما تفضلتي، ولكن ايضا في النصيرات وفي دير البلح وهناك في تل الهوى تم بالامس اعتقد في مدينه غزه ومحيطها. ده اللي بيخلي في شكوك. يعني انا بستغرب، هل فعلا المتبقي هو ثلث القوه؟ هل بالفعل كما تدعي القوات الاسرائيليه؟ أم هناك قوات كبيرة؟ إذن لو اتفقنا، أنا زي ما حضرتك بتقولي، لو اتفقت مع حضرتك أن لا، لن يكون الحل النهائي، إذن هناك غرض آخر للهجوم على رفح
وهو على ما أعتقد الاستيلاء على ممر فيلادلفي، الاستيلاء على ممر فيلادلفي، وهو نقطة شائكة أكيدة مع الجانب المصري، لأنه يعني المفروض من وجهة نظر إسرائيل سيمنع أي تهريب من جانب مصر إلى جانب الفصائل الفلسطينية، سيمنع هروب أي من عناصر الفصائل الفلسطينية إلى مصر، فضلا عن السيطرة على المحور كمنطقة عازلة جنوبية لنشر أي نشر قوات للتصدي لأي جيوب للمقاومة. إذا أعتقد الفكرة ليست رفح بالتحديد أو القضاء على 4 كتائب أو ما يقولون، ولكن للسيطرة على ممر فيلادلفيا. أستاذ أو دكتور إيال، ما رأيك في هذا الكلام؟ أول شيء أنا أوافق، يعني أهمية رفح هي أولا بأنها الشريط الحدودي مع مصر، ومع اختلال هذا الشريط الحدودي سيكون قطاع غزة مطوق بصورة كاملة من قبل إسرائيل. ولكن بالنسبة لما ذكرت، يعني أعتقد بأن من الواضح يعني لحماس يعني وجود لأفراد خلايا في بيت لاهيا بيت خانون، ولكن حماس كقوة منظمة لها معسكرات، لها مقرات قيادة، لها مراكز سيطرة، لها مراكز تدريب، كل هذا دمر في شمال القطاع، يعني في شمال القطاع في فوضى كاملة، ما في وجود لحماس كحكومة، ما في وجود ولكن لحماس كقوة مقاتلة لا تزال موجودة في الشمال بدليل استمرار القوة. الهجمات. لا 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 لا، يعني حتى في الضفة هناك وجود لما يسمى بخلايا، بكتائب، بعناصر مقاتلة. يعني هذا كما أشار الجيش الإسرائيلي، يعني يحتاج لأشهر طويلة. يعني الفكرة كما أنا أفهم فكرة الجيش الإسرائيلي هي تدمير البنية الأساسية، تدمير حماس كحركة منظمة، وبعد ذلك لمدة أشهر طويلة يعني مقاتلة الإصابات، الأفراد، الخلايا، مش كتائب، مش حركة منظمة، مش مكرات قيادة، يعني أفراد، خلايا. هذا يستمر لمدة أشهر، يعني الجيش الإسرائيلي كان يعني هو يحتاج لسنة كاملة. هذا كانت الرؤية في البداية، كسر بنية حماس طيب كحركة منظمة، وبعد ذلك أشهر طويلة ربما للتعامل مع الأفراد والخلايا التي تبقى على الأرض. هذه كانت أعتقد فكرة الجيش الإسرائيلي. ريتشارد وايتس، ما رأيك فيما تفضل به الضيف من القاهرة بأن الغرض الحقيقي من اقتحام إسرائيل لرفح هو تطويق غزة من الجنوب والسيطرة على محور صلاح الدين أو فيلادلفيا المشترك مع مصر، وليس القضاء على حماس قضاء مبرما؟ بكل تأكيد هذا الأمر يتسق بما يتحدث عنه بعض الإسرائيليون، وأعتقد أن رئيس الوزراء نفسه قال بأنهم يريدون أن يسيطروا على هذا الممر، ممر صلاح الدين أو فيلادلفي، وأن هذا الأمر قد يتم بطريقة دقيقة، ولكن قد يؤدي إلى مشكلة أو قد يؤدي إلى منع وصول الأسلحة والمواد التي يمكن استعمالها لغايات عسكرية. ولكن أعتقد أن سؤالك السابق ذو صلة كبيرة، فمثلا لماذا تعود القوات الإسرائيلية إلى أماكن ادعت بأنها طهرتها من قبل؟ في الواقع قد يستغرق الأمر وقتا طويلا بالنسبة لهم، حتى لو تمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي كاملة لكي يستطيعوا القبض على مسلحي حماس أو إطلاق سراح الرهائن لدى حماس.
طيب سيد غنيم، ما فهمناه هو أنه ستقام آلاف الخيام، هكذا تقول مصادر إسرائيلية، خارج رفح ولكن تظل داخل القطاع أي في خان يونس، لاستقبال السكان الأهالي من رفح لكي تتمكن القوات الإسرائيلية من اقتحام هذه المدينة. هل هذا يهدئ المخاوف المصرية التي كانت تخشى نزوح هؤلاء، يعني نتحدث عن مليون وأكثر، إلى داخل سيناء؟ لازم الأول نتصور ما هي الأربع أهداف المصرية التي أتصورها. أنا لا أعلم كيف يفكر صنع القرار المصري. أول هدف اللي هو وقف العنف وحماية المدنيين، ده بالتأكيد. فإذا لو قلنا أن نزوح الفلسطينيين إلى تلك المخيمات سيهدئ من التوتر أو القلق المصري، لا أعتقد. لماذا؟ لأن ده يتسق مع الأهداف الأخرى. ثانيا وأولا أنه لن، يعني عايز أقول إيه يا فندم، إزاي زي ما ذكرت في تقريرك ويمكن الولايات المتحدة قالت ذلك، كيف ستنزح مليون أو أكثر من مليون، مليون وأربعة من عشرة تقريبا وربعمائة ألف، كيف تنزحهم من رفح بالكامل إلى تلك المخيمات ومهما كان عددها على سبيل المثال، ومن سيطيعك ومن لن يطيعك، وكيف سيكون العمل؟ أكيد العنف سيكون مؤثر للغاية. بنيجي لنقطة تانية، يعني احنا اتفقنا مع حضرتك وضيوفك من الجانبين أمريكا وإسرائيل الآن ان في اهداف اخرى اللي انا ذكرتها، اللي احنا بنقول اللي هو احتلال ممر فيلادلفيا وتطويق من الجنوب، هذا لا تقبله مصر. يبقى اذا حتى يعني بغض النظر عن حمايه المدنيين الفلسطينيين، هو انتهاك لمعاهده السلام بالتاكيد، يعني ده شيء معروف. وانا لا اعلم ما يدور الان من رئيس الشباك ومدير مخابرات العمل المصريه وبحضور رئيس الاركان، ولكن هل سيوافق على ذلك؟ انا لا اعتقد. انا بقول لحضرتك بامانه، لا اعتقد ان يتم الموافقه عليه بسهوله، اللي هم البندين ايه؟ الخسائر الفلسطينيه ستكون متاثره للغايه، يحصل تاثير انساني على الفلسطينيين المدنيين. الامر الثاني عدم قبول احتلال محور فيلادلفيا. طب اذا الفتره الجايه، وخدي بال حضرتك، النزوح زي ما قلت لحضرتك كده اتجاه خان يونس نسبيا، اتجاه منطقه مواصي، وكل ده مهدد. واحنا دلوقتي في ضرب في الشمال وفي الوسط، حتى لو كان بقايا قوات، طب الناس اللي بتنزح والناس اللي بتحاول تهرب لاماكن امنه، هتبقى العمليه مرتبكه للغايه ولن يكون كما يريد الجانب الاسرائيلي او يتوقع. في نقطه اخيره فندم، وده ذكرت في التقرير وعن لسان اسرائيل، ان ده العمليه هتستمر شهر. منين ان العزم على هجوم على رفح فورا، ومنين ومن اين نستطيع ان نقول ان هناك شهر سيتم اتخاذه كإطار زمني لنسح الفلسطينيين؟ يعني الهجوم سيؤجل شهر أم كما يقال الآن عاجلا جدا؟ نعم. طيب يال زيسر، ذكرت في البداية أن هناك تنسيق يجري مع الجانب الأمريكي، وريتشارد وايتس قال من واشنطن أنه الإدارة الأمريكية لا تزال بحاجة للاستماع إلى تطمينات أنها ستكون عملية جراحية دقيقة ولن تتسبب في خسائر في المدنيين. إذن هل يمكن أن نقول أن اقتحام رفح الآن هو متوقف على ضوء أخضر أمريكي؟ أعتقد بأن الجانب الأمريكي أعطى الضوء الأخضر. كانت هناك قبل أسبوع، قبل أسبوعين، كانت تقارير نشرت في الصحف الإسرائيلية على تنسيق على مستوى حكومي بين بعض من الوزراء الإسرائيليين والمسؤولين الأمريكيين. لا نسمع في الأيام الأخيرة أي أصوات في الولايات المتحدة رافدة لموضوع العملية البرية. يعني كان يتوتنا بأن قبل شهر أو شهرين كل يوم كان تصريح للرئيس الأمريكي، لوزير الخارجية الأمريكي، تصريحات رافدة بصورة مطلقة لفكرة العملية البرية. اليوم لا نستمع إلى هذه الأصوات من الجانب الأمريكي. لذلك أعتقد بأن كان هناك دو أخضر. طبعا بعد ما قبلت الحكومة الإسرائيلية الشروط الأمريكية بالنسبة لهذه العملية، لا أعرف إذا تكون العملية دقيقة، بس مع برفح، بس الشريط الحدودي، يعني لا أعتقد بأن هناك حاجة لدخول إلى
رفح بمعنى كما فعلت إسرائيل في غزة أو في خان يونس. كل واحد يقول بأن الكتائب الفلسطينية اللي موجود في رفح هي الضعيفة، يعني مش القوة الأساسية لحماس، لذلك ما في حاجة إلى الدخول لرفح من الناحية العسكرية كما فعلت إسرائيل في خان يونس وفي غزة. ولذلك أعتقد بأن كان تنسيق ما، ونحن نقترب من موعد العملية. ريتشارد وايتس، ما رأيك في هذا الكلام أن الضوء الأخضر صدر بالفعل من بايدن وإدارته؟ ويعني اشرح لنا كيف قبلت إدارة بايدن بفكرة نزوح أكثر من مليون فلسطيني في داخل قطاع غزة؟ يعني هل كانت الموافقة سهلة على أمر كهذا؟ حسنا، أريد أن أقول خلافا لما ذكره الضيوف، لا أعتقد بأنهم أعطوا ضوءا أخضر بل ضوءا أصفر. وفي هذه الحالات يجب عليهم أن يعرفوا كيفية فصل غير المقاتلين المدنيين عن المقاتلين. الفكرة ليست فكرة عظيمة، ولكن لا يوجد أفكار عظيمة أخرى يمكن تنفيذها. مثلا كانت هنالك أفكار تتحدث عن نقلهم إلى بلدان أخرى أو إلى مناطق ما قبل 67 في إسرائيل أو مناطق أخرى في داخل غزة، وإدارة بايدن لا تحب تلك الأفكار، والبديل الموجود هو ما نراه حاليا، لأن حكومة إسرائيل يبدو أنها مصممة على إتمام هذه العملية. طيب إذا يعني جرى تطمين الأمريكان في هذه الجوانب التي تظل عالقة، هل يمكن أن نرى غرفة عمليات إسرائيلية أمريكية مشتركة تدير اقتحام رفح كما يتحدث بعض الإسرائيليين؟ لا، لا أعتقد بأن إدارة بايدن ستقوم بذلك، لأن ما يرونه هو عملية عسكرية داخلية. هذا الأمر قد يحصل إذا كان هنالك تدخل من حزب الله في الشمال، وكان عليهما أن ينسقا العملية الدفاعية مثل ما حصل في الدفاع عن إسرائيل من الحملة الإيرانية في الأسابيع الماضية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية ستحد من دورها ليبقى ضمن حدود توفير المعلومات الاستخباراتية وإعطاء معلومات تتعلق بالرهائن، وربما إرسال قوات خاصة لاستعادة الرهائن الأمريكيين. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنخرط في الجزء العسكري التكتيكي لهذه العملية، بل ستشارك ربما في الجوانب الاستراتيجية وتوريد السلاح ربما. شكرا جزيلا لك من واشنطن ريتشارد وايتس، مدير مركز التحليل العسكري في معهد هاتسون، وأشكر من أبو ظبي دكتور سيد غنيم زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كما أشكر من تل أبيب أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة تل أبيب الدكتور إيال زيسر.